هل ممكن اللي الحزن محاصره يتغير حاله ويبقى سعيد؟ هل ممكن اللي اتعود على الشر يتخلق تاني من جديد؟ هل ممكن يكون للغريب مكان ويقرب اللي طول عمره كان بعيد؟ في حياة كل واحد فينا سؤال بنفس الطريقة، هل ممكن؟ برحب بإخوتي مشاهدين برنامج طبعاً ممكن. طبعاً ممكن نعيش الصح كله، طبعاً ممكن ونسيب الشر وذله، طبعاً ممكن نرضي الرب ونقول له إحنا ليك يا يسوع. طبعاً ممكن نترك خطايا الله، طبعاً ممكن ونخلي الرب راضي، طبعاً ممكن يتميل القلب الفاضي ويبقى ليك يا يسوع. طبعاً ممكن يعيش المؤمن غالي، طبعاً ممكن مهما الشيطان يحارب، طبعاً ممكن مرفوع فوق التجارب أصله معاك يا يسوع. طبعاً ممكن. برحب بإخوتي خدام الرب، أخويا الأخ طلعت فكري، أخويا الأخ بيتر مجدي، أهلا وسهلا بيكم. حلقتنا النهاردة بعنوان الهدوء مطلوب. وهقرأ كلمات واحدة من الممرضات، ممرضة تشتغل في مستشفى وبتقول طبعا الهدوء مطلوب، لا ده كمان أمر إلزامي في المستشفى. الهدوء مهم لراحة المرضى، مش مطلوب أبدا الدوشة أو الزيطة أو الإزعاج. الهدوء بيفرق في حالة المريض النفسية والجسدية كمان، وعشان كده مش غريب انك تلاقي في كل حتة في المستشفى يافطة مكتوب عليها او أرمى مكتوب عليها كلمتين: الهدوء مطلوب. تعليقك حبيبي. الهدوء مطلوب وعنده حق الحقيقة، وملاحظ في الايام الاخيرة من كتر الازعاج والصخب اللي موجود في المجتمع وفي العالم، الاصوات المزعجة والمشاكل وغيرها، ان اللافته دي كترت جدا في الايام الحاليه. اوكي اخويا بيتر، قالت الممرضه دي الهدوء مطلوب لراحه المريض الجسديه والنفسيه، لكن هل كمان الهدوء مطلوب في امورنا الروحيه؟ طبعا الهدوء مهم جدا روحيا، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده اللي احنا هنتكلم فيه. طيب عايز اقول يعني ايه اللي بتقوله كلمه ربنا يا اخويا طلعت عن حياه الهدوء؟ شوف في أمثال 14 عدد 30 بصفة خاصة بيقول حياة الجسد هدوء إيه؟ القلب. القلب لما قلبي يكون هادي في الداخل، قلبي يعني إرادتي، قلبي يعني عاطفتي، قلبي يعني فكري، لأن القلب يجي قرابة 900 مرة في الكتاب. فلما قلبي يكون هادي جسدي هيبقى هادي، من نوع تصرفاتي مزبوط هتكون ورعة. طيب في كلمات واضحة أخوي بيتر، إيه المقصود فعلا بحياة الهدوء؟ حياة الهدوء حالة من الاستقرار والانسجام، ومفيش منغصات في الحياة، مفيش الضغط الشديد، لكن فيها سلام كده والحياة مستمرة في هدوءها يعني. بس احنا بنعيش في عالم مليان بالمنغصات، هل ممكن أعيش حياة الهدوء مع اللي موجود في العالم من حزن وتعب وإحساسك بالمسؤولية وكده؟ طبعا ينفع جدا، وانا عايش في الوضع ده. الهدوء دي حاله قلبي من جوه، حاله الانسان أيوة. الداخلي اللي بيأثر كمان حتى في تعاملي مع الاخرين، مش منزعج. في ناس بيتعاملوا تحس بانزعاج بتوتر وانت بتتعامل معاه، لكن رائع لما بتلتقي بشخص هادي ممتلئ سلام وهدوء. قال عباره خادم الرب ممتلئ سلام وهدوء، يبدو ان الهدوء مرتبط بالسلام. طبعا هدوء مرتبط بالسلام. بمعنى إيه؟ الإنسان احتياجه الدائم للسلام والشعور بالأمان، ومن هنا كل ما الإنسان بيتمتع برب السلام وإله السلام. في العهد الجديد الرب يسوع ذكر عنه 7 مرات رب السلام أو إله السلام. كل ما استمتع برب السلام أكتر، إله السلام بيملأ قلبي ويملأ فكري بالسلام، فحينئذ أكون هادي. ليه؟ لأني قلبي فيه سلام. مظبوط. أخذ لبالك أنت إزاي؟ حتى يجي في ذهني المرأة اللي فقدت أعز من لها، سلام لك.
سلام لزوجك، سلام للولد. دي أصعب حتة بقى. بالضبط. لما قال لها سلام للولد أنا تخيلت هيقول وبدأت المرأة في الصراخ، فجرت من البكاء مثلا. فقالت له سلام يا سلام. عشان كده المرأة دي شونامية. وابنها كان إيه؟ ميت. المسيح مدحها وابنها كان ميت. وابنها كان ميت. طيب إحنا بنحتاج الهدوء في مجالات مختلفة في حياتنا أخويا طلعت. زي إيه المجالات اللي إحنا نحتاج فيها هدوء؟ أكتر حاجة يعني لساننا ده عايز شوية ضبط. عارف اللسان ده في أمثال 15 عدد 4 لما يهدأ ويبطل كلام ويقل كلامه وينضبط، لأن كثرة الكلام لا تخلو من معصية. وتعرف الكتاب بيقول الجاهل يكثر الكلام. يعني كلام كلام كلام، لكن لما تلاقي في أمثال 15 عدد 4 هدوء اللسان شجرة حياة. أيوة. لكن بعد عنك اعوجاجه سحق في الروح. فاللسان لما يكون هادي وقليل الكلام وبتكلم كلام باستقامة، يمكن حضرات كلنا رحنا الأردن يقول لك لما تقول كلمة حلوة يسلم تمك. تمك زمان كنت بسمعها ترجمها بطريقة تانية، يسلم أمك. الأخ نجيب لما راح الأردن في زمان خالص وكانت مامته مريضة، فبعد الاجتماع رجع، بعد ما خلص الاجتماع رجع الأسيس فواز عميش اللي وصل عند الرب حبيبنا الغالي، وقال له مين قال لكل الناس ان امي مريضه؟ قالوا له ليه؟ قال له كل واحد يشوفني يقول لي سلامت امك سلامت امك. قال له هو بيقولوا لك يسلم تمك بالضبط. سلامت امك. فعرف الكلام الحسن شهد عسل، ايوه، حلو للنفس وشفاء للعظام. عارف الكلام اللي بيطلع كلام من البق جميل، تقبل شفتاه من يجاوب عن كلام باستقامه. طب انت شوقتنا مجالات تاني ايه يا اخويا بيتر اللي محتاجين فيها هدوء؟ بعتقد كمان هدوء مش بس يعني في الضمير، لكن هدوء للقلب. القلب محتاج هدوء. رب يسوع قال لهم كده لا تضطرب قلوبكم. يعني اهدوا اهدوا. العالم حوالينا فيه اضطراب، الايام دي اكتر ايام كتر فيها الضغط العصبي والجلطات. رب يشفي كل مريض بيسمعنا. جلطة في القلب وفي مش عارف في الدماغ وفين وفين وفين. رب قال لهم انتم تؤمنون بالله فامنوا به. فعشان كده يا رب يدي قلوبنا هدوء وسكينة واستقرار كده. طيب مرات في ناس تقول لك كده يعني باللغة المصرية بالذات لك الهدوء ده دقة قديمة. لا لا احنا في عصر السرعة. هل ينفع نعيش في عصر السرعة واحنا عندنا هدوء وتأني وكده؟ هو في فرق بين الهدوء والبرود. ايوه. فممكن يكون في شخص يعني بصراحه بارد تتعامل معاه انت نفسك تكون متضايق. يعني رتم الحياه سريع، فاحنا بنقصد ان في وسط تيارات العالم الصعبه شخص عنده هدوء، لكن في تعاملاته الطبيعيه هو سريع مع رتم الحياه. لكن الموضوع مش دقة قديمة، بل بالعكس، يعني ده اللي بيعرف ينجي روحه من وسط الموت والتوتر والاضطراب اللي الناس بتعيش فيه في الزمن ده. أخويا طلعت أنا بعرف إن أنت عندك شباب. نعم. فهل نقدر نعيش حياة الهدوء مع الروك أند رول والفيسبوك والسوشيال ميديا؟ شوف الرب إدانا نعمة أخ منير، يعني زوجتي وأخوك، الرب بيدينا نعمة قدام ولادنا. أيوة. أن روح القدس بيقودهم الحياة الهادئة. قال لنا في كلمة الله أن يمارسوا أمورهم في هدوء. أيوة. فنحن في الأسرة وأكيد حضرتك وأخوة الأخوة والمستمع والمشاهد بنمارس أمورنا في هدوء، لأن عندنا سلام في الداخل أن الرب مهتم بكل أمورنا. نعم. أخذت بال حضرتك؟ فأنا لما أرجع له وسكن قلبي وسكن حياتي قدامه يديني هدوء من كل ناحية. مثلا يجي في ذهني أشعياء 30-15 بالرجوع والسكون تخلصوا، الهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. يجي في ذهني حاجة تاني، يعني تقصد الهدوء كأنه بيعمل لي عملية إعادة شحن. بالضبط. في مزمور 127 يقول لك باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس. قيام في الأمور اليومية الزمنية، مؤخرين الجلوس في الحضرة الإلهية، آكلين خبز الأتعاب يعني هنا، لكنه يعطى حبيبه النوم. لا اشرح لي قبل، لا قبل ما ندخل في يعطى حبيبه النوم، يعني هنا بيقول اصحى بدري
بس اصحى عشان تقعد معايا. بالضبط. وبعدين روح مارس شغلك وانا هدي لك كل اللي ناوي اديهولك. بالضبط. كنت في رحلة تبشيرية مع حد من خدام الرب وهو طبيب، وبقول له الرب اكيد هيعوضك، قال لي هو معوضني. بالضبط. انا رايح انا بدفع انا برد اللي عمله الرب، انا مش هقدر ارد اللي عمله الرب. وبعد ما رجع بساله بقول له اخبار شغلك ايه، قال لي شغلي زي الفل لان الهك سهران وهو انا اهتم بالشغل بتاعه وهو يهتم بشغلي. بالضبط. فدي حاجات مفرحه ومطمئنه للمشاهد. وبعدين في شخص معين فقد الرب مديله اخ عزيز جدا على مجموعه من المحلات، وفي احداث الثورات حرقوا له محل. فانا عرفت شخص بيتصل بيا بيقول لي فلان اللي يهمك اخوك الفلان ده فقد المحل وباين على التلفزيون باسم المحل كذا. فانا اتصلت بيه فبقول له اعرف الرب عوضك. وبالفعل هل تعلم ان الرب انقذه من حادث اليم مر في الوقت ده؟ ليه؟ كان اخطفوا ابنه الاشرار، فسامحني وعوضه الرب طبعا في المحل وغيره. يحرقوا له 100 محل ابنه ولا يتلمس ضفر من ابنه. فالرب الرب اله التعويضات. هي دي اللي قالها الرب اظن لبطرس لما قال له لست انت تفهم ما انا مع، يعني أنا هو الرب بيتكلم عن حاجه تاني. لكن عايز اقول اكيد لما اتحرق المحل هو بيفكر ليه يا رب عملت كده، وبعدين اتاري هو عمل حاجه وراح مثلا اخذ ابنه ومراته وعشان يعمل كده، واتير الرب انقذ ابنه من موضوع الخطف. بالضبط. عشان يعطى حبيبه نوما يعني هدوءا. نوما هنا مش جايه سليب او سليبي نعاس، لكن جايه كوايت شخص هادي. فتشوف احنا امورنا عايزه هدوء، نمارس كل امورنا بهدوء. الكتاب قال لنا الكلام ده، ومؤمنين تسالونيكي كان لابد يتعلموا الامور دي، والبيوت مفروض تكون هادئه. صحيح. ده هيقودنا للنقطه الاخيره في الدقيقه اللي جايه، ايه تاني انواع الهدوء اللي بيديها او اللي بيديها الرب واحنا محتاجينها؟ شايف في الايام دي وفي الزمن ده اخطرهم واهمهم هدوء الفكر. ايوه. الافكار، العالم الايام دي بيعيش توتر فكري وعصبي رهيب. الناس كم الافكار الصعبه، الخوف من الحروب، الخوف من الموت، الخوف من الاحداث الجاريه، الخوف من الامراض الصعبه اللي ابتدت تنتشر، لدرجه الناس من خوفها في بلاد كتيره بلتقي بناس يقول لي انا خايف ان اللي حصل في البلد الفلانيه يحصل معايا، خايف اني اموت صغير هيجي لي نفس المرض اللي جي مثلا لاخويا ولا ابويا ولا امي. انا نفسي استغل اللحظه دي واقول لكل اخواتي المشاهدين اطمن اطمن، صلي قول يا رب جدد ذهني واديني هدوء في افكاري، دايما اللي انت بتفكر فيه هيحصل كما شعر في نفسه هكذا هو الكتاب المقدس هكذا هو. لكن اسمع الايه الحلوه، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. وبيقول كمان في رسالة فيليبي أصحاح 4 لا تهتموا بشيء، ما تخافش ما تعولش الهم، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله باسم يسوع. باسم يسوع. طيب أحبائي المشاهدين، كلام رائع سمعناه من خدام الرب. الرب يعطينا هدوء الفكر والضمير والقلب وهدوء النفس. وإحنا دلوقتي وصلنا لفقرة دراما مش ممكن، هنشوفها مع بعض وهنرجع نكمل الكلام الرائع مع خدام الرب. ابقوا معنا أحبائي. طبعا ممكن يا ابني انت ركز معايا وشيل في ودانك ده. عايز ايه؟ عامل صوتها ليه؟ ما انت هتفضل حاططها في ودانك على طول. انا بحط سماعة في ودني طول ال 25 ساعة. ايه ال 25 ساعة؟ يعني طول اليوم. انا اخر معلوماتي عن اليوم اللي هو 24 ساعة. لا ما هو زاد مع ارتفاع الدولار. هزر. يا عم ما هزرش ليه يا عم؟ أنا اللي هموت وأعرفه بتسمع إيه بقى في 25 ساعة دول؟ بسمع مزيكا. وما بتزهقش؟ بص المزيكا هي الطريق الوحيد لحياة الهدوء. طبعًا ممكن. أهلًا وسهلًا بيكم أحبائي المشاهدين. بعد ما شفنا دراما مش ممكن، يعني سؤالي يا أخوي بيتر، هل فعلًا المزيكا أو الموسيقى هي الطريق الوحيد للهدوء؟ طبعا الموسيقى حلوة بس مش الموسيقى اللي بتوتر. مرات أنا بسمع موسيقى بحس بتوتر وانزعاج فيها،
لكن الموسيقى ممكن حلوة كويسة بتدي شوية هدوء، لكن مستحيل تكون الموسيقى هي الطريق الوحيد للهدوء. أخويا طلعت السؤال اللي يفرض نفسه، إزاي أتمتع بحياة الهدوء؟ قال لنا قبل الدراما أخويا بيتر أنه المسيح بيدي سلام. لو قربت من المسيح، لو أخذت المسيح في قلبك، يدي لك السلام والهدوء اللي أنت مفتقده. عايزين نأكد بقى على المصدر بتاع أول بوابة. أيوة. رئيسية هامة في الهدوء، هدوء الضمير. الضمير بدون المسيح وذبيحة المسيح مش مستقر أبدا. أي إنسان عنده ضمير اسمه ضمير خطايا، لكن المسيح له كل المجد عشان يريح ضمائرنا. احتمل، عايز أقول لك، يعني تقصد بضمير خطايا واحد ضميره قاعد يجيب له على طول خطايا قدامه، بيشعر بالذنب باستمرار، خطيتي أمامي دائما. فالمسيح عشان يشيل خطيته وخطيتك عمل إيه؟ عشان يديني هدوء ضمير. كان في عدالة إلهية وفي قانون إلهي إن أجرة الخطية هي موت. فالمسيح احتمل الموت إزاي؟ في إرمية 47 عدد 5 و6 بصفة خاصة بيقول له آه يا سيف الرب استرح، اهدى اهدى. قال له كيف يهدى ورب قد أوصاه؟ وبالفعل بزكريا 13 استل السيف العجيج والضجيج والتيارات والغضب والدينونة والقصاص كله جاء على المسيح، خاصة في الثلاث ساعات الأخيرة. أيوة. ودفع الثمن. بعد كده بقى مجرد ما أنا آجي وأؤمن أنه هو قام بالعمل كده استراح ضميري. يا سلام. وأؤمن به وأثق فيه. يبقى الطمأنينة والهدوء يا أخويا بيتر لأن المسيح دفع ثمن الذعر. أيوة. اللي كنا عايشين فيه وخطايانا بتطاردنا. يقول له داود خطيتي أمامي دائما. نشكر رب ان احنا مؤمنين العهد الجديد، لان المسيح دفع ثمن خطايانا. عشان كده من حقنا بتبقى راكع كده قدام الرب وانت في سلام متمتع بحضوره. صح. ده حقيقي يا اخو منير، شعور غير عادي، شعور ما تعوضوش فلوس الدنيا ولا كل كنوز الكون، ان الانسان يكون شاعر براحه القلب وشاعر ان الرب في رضا راضي عليك وفي سلام عنه. يعني دايما بيقول كده ابتسامه وجه الله غاليه جدا جدا جدا. فيا رب كل قلب تعبان وكل ضمير زي ما تفضل رجل الله وحكى من شويه منزعج يكون ليه راحه النهارده وهو بيسمع معانا الحلقه بتاعتنا. يعني بتحضرني ان الشيطان دايما مشتكي على اولاد الله. بس انا بتخيل هم مش شاعرين بيحصل ايه، هم مش عارفين، بس عندهم سلام لان الرب يرد قدام الاب ويقول له صح منير عمل الغلطه دي، بس انا دفعت ثمن خطيته في الصليب. وبعدها فيفضل منير ضميره بالظبط مستريح، لكن راحه الضمير وراحه الفكر والقلب والهدوء دي مش رخصه لاني اعمل خطا او اتساهل. بالضبط. كلام حضرتك خلاني افكر بطريقه في ايه واحده في روميا اصحاح 8، ما تكرمت حضرتك وقلت للمشاهد الكريم الذي لم يسفق على ابنه. ايوه. بل بذلوا لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ ولا واحد. اخذت البالك؟ المسيح خلاص، ده الله الذي بيبرر وبررنا. طب مين هو اللي يدين؟ مفروض المسيح. رجل قد عينه المسيح هو الديان. لكن احنا لا بقى، ما المسيح مات وبالحرقام وهو دلوقتي عن يمين الله، يعني هو الشفيع. عشان كده نشكر إلهنا استراحت ضمائرنا والشكاية اللي ضدنا انتهت بقى. شكرا للرب. أحبائي المشاهدين، المسيح هو الديان، هذا ما قاله خادم الرب. الكلمات الأخيرة دي مهمة جدا جدا. مفيش حد تاني هيدين العالم غير المسيح. استعرف النهاردة ممكن المسيح ما يكونش ديان ليك، يكون المحامي بتاعك. علشان كده اسمع الشعر اللي جاي دوت، وبعدين هنكمل كلام رائع جاي بعد ما تسمع. ابقوا معانا أحبائي المشاهدين. طبعا ممكن يا صاحبي، يا مضغوط روق وفوق، ضغطك عالي اشرب كركديه دمك يروق، ده مفيش حاجة تستاهل، كل ليل وليه آخر، وبكرة أكيد الدنيا هتنور بشمس الشروق.
طبعا ممكن. رجعنا لكم احبائي المشاهدين بعد ما سمعنا الزجل او الشعر الجميل دوت اللي سمعناه. وانا عايز اقول انه احنا اخويا بيتر يعني كل ليل وليه اخر بيقول كده، وبكره اكيد الدنيا هتنور بشمس الشروق. يعني احنا كخدام مثلا بنتعب وفي الم، بس في وسط الالم في جواك الهدوء والسلام. وايه النهايه بتاعت الامور كلها؟ ادراك الشخص ان الالم اللي هو بيمر بيه، الليل اللي هو بيعدي فيه ليه نهايه، شيء رائع جدا بيساعده على الهدوء وعدم الانزعاج. ولازم نفتكر كلمات الكتاب زي ما بيقول ان عند المساء يبيت البكاء. رائع تعبير يبيت اختلع. عند المساء يبيت البكاء، لكن مش النهايه هو المساء ولا البكاء، وفي الصباح ترنما. عشان كده لو فينا حد بيمر بليل، لو في حد بيشاهدنا بيمر بالالم اللي سمعنا عنه والمر بعد من لحظات، لازم تثق ان مش دي النهايه، لكن في امل وفي رجاء بعد كده. رب قال لموسى كن مستعدا للصباح. خروج 34 كن مستعدا للصباح. فالانسان لازم يستعد بهدوء. وعايز يقول له انتظر، او لما كل ما الليل يزداد إظلاما قد تناهى الليل، معناها ان النور قرب. استعد لقاء، استعد للصباح. وده بيذكرني في مزمور 131 بيقول يا رب ما لم تستعلى عيني، خد بالك، ولم استك في العظائم ولا عجائب من حولي، بل هدأت وسكنت سكت نفسي كفطيم. فطيم هنا جاية بمعنى طفل بيعاني من تغيير التمثيل الغذائي. مزبوط. فتفطم بقى. فاحنا عايزين نتفطم. زمان اتكتب الترنيمة لناس متقدمين، فطمت عن العالم فلتكتفي. أيوة. محفوظة من ربك الحفظ الخفي. كنوزه يمنحك وحبه يغمرك. سكت نفسي. صحيح. هدأت نفسي. عايزين هدوء. يقول سكون. الكتاب كمان خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي، بمعنى أنه الألم ليه نهاية. كان بيقول أخونا يا سلام شوي. أنا عارف أنه في مجالين هنقولهم بسرعة، اللي هي هدوء النفس وهدوء اللسان. أنت بدأت بالهدوء اللسان. هدوء اللسان شجرة حياة. أيوه. أمثال 15 عدد 4. أنا يعني عايز أقول هدوء اللسان مهم قوي قوي، لأنه يقول الكتاب في الأمثال أن الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. هدوء اللسان شجرة حياة زي ما أنت قلت. طيب يعني البعض بيعتقد أن الهدوء مطلوب بس لكبار السن، وعايز شاب يقول للشباب عن أهمية حياة الهدوء، فأنا هختار أخويا بيتر. قول لنا كده، معانا انا والاخ طلعت طبعا شباب طبعا. لكن تقول ايه لشاب يفتكر ان الهدوء بس اصله ده كبر بقى في السن ولازم يبقى هادي وكده؟ هل الهدوء محتاجينه الشباب كمان؟ بالعكس، احنا محتاجين اكتر، لان رتم الحياه السريع والانزعاج اللي حوالينا زاد اكتر من اي زمن تاني عدى. فاحنا محتاجين نتمتع بالسلام اللي اتفضلت وكنتوا بتحكوا عليه من شويه، والهدوء ده علشان الانسان ينجي نفسه ويخلص نفسه من الدمار اللي بيحصل، من الخراب اللي حوالينا، من التوتر اللي موجود في العالم. فالشاب محتاج، بالعكس احنا يعني محتاجين نطلب من الرب هدوء اكتر من اي زمن تاني او وقت تاني عدى يعني. امين. انا بشكركم جدا، والترنيمه اللي هنرنمها مع بعض بترسم صوره او لوحه رائعه. بتقول انا مطمن وانا وياه. يعني الله. الهدوء انه ابن حاطط ايده في ايدين ابوه. فانا بتذكر اخويا الكبير لما كان يمسك ايد بابا، وبابا يقول له وهو يقول له بابا يقول له يا بابا سيب ايدي، ايدي عرقت. يقول له لا يا ابني، انا اللي لازم امسكك، مش انت اللي تنفع تمسكني. لو انت مسكتني سهل تسيبني، لكن لما انا امسكك حتى لو وقعت مش هتلمس الارض، لاني انا ايديا مسكاك. يحفظك الرب. أصل فدية هو إلهي. إلهي هو صنعني وهو فداني. إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بينساني؟ أيوة. أنا مطمن وأنا وياه. وأنا وياه. أمين.
أنا مطمن وأنا وياه، أصله ناقشني على كافي أمشي فخور وأنا ماشي معاه، زي الطفل في إيد والدي أصلي فدية، هو إلهي هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بإنساني، أصلي فدية هو إلهي هو صنعني هو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بإنساني، أجري ورفرف أنا بجناحي من فرحتي إن ابني يسوع، يوم عن يوم بتزيد أفراحي مهما قابلت عطش أو جوع، أصلي فدية هو إلهي هو صنعني هو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بإنساني، أنت يا ربي كل أمالي، أنت الراحة لكل جريح، لحظة بلحظة لقيت أيامي مش متروكة العصف الريح، أصلي فدية هو إلهي هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بإنساني. الآية اللي قريتها أخويا طلعت من رسالة روميا، الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. صدقني لو أخذت الهدوء اللي هيدهولك ربنا الهدوء ده اللي دفع المسيح ثمنه غالي على الصليب، هتاخد معاه كل شيء. أيوة. احنا النهاردة بنقدم لك الكتاب اللي أسرة طبعا ممكن بتحب تقدم كتاب في كل حلقة، الكتاب ده بعنوان سفر يشوع. يشوع ده من الشخص اللي ربنا استخدمه بعد موسى. أيوة. وربنا علمه أنه زي ما أنا كنت مع موسى أنا هكون معاك، وربنا بيقول لك نفس الكلمات دي، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أنا بصلي أنه النهاردة رسالة الحلقة تكون وصلت لقلبك ويملأ قلبك الرب بالسلام والطمأنينة. حط ولادك وعيلتك وكل المشغوليات اللي على قلبك بين إيدين الرب، وتأكد وأنا بأكد لك من كلمة ربنا أن الله صادق في كل مواعيده. بنصلي أن رسالة الحلقة تكون وصلت لقلبك وأعماقك وتغير فيك. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة أتركك في رعاية الرب القدير، والرب معك.